وسط فترة التعب وفقدان الشغف اللي الواحد بيمر بيها دلوقتي، في حاجات بسيطة جدا جدا بتفرحني، منها مثلا اللي انا اقعد في البلكونة سارح في ملكوت الله ساعتين ثلاثة، او اللي انا اقرا رواية حلوة قديمة، او اشوف مسلسل لن اعيش في جلباب ابي اللي حرفيا عدته فوق الـ30 مرة، ولا كأني ما عنديش حياة، وكأني ليه انا فعلا ما عنديش حياة. ووسط كل ده كان دايما في بريق من الامل كده بيشاع في الظلام، حاجة انا متحمس لها فشخ، فيلم انا عارف اللي انا همجد فيه من قبل ما حتى ينزل، وطبيعي انا وغيري نكون متحمسين، ومش لازم على فكره تكون مختص في السينما او بتعمل مراجعات او واحد مهتم بالافلام او بتتفرج على افلام كتير، اي حد عموما بيتكلم عن الفيلم ده. الفيلم حرفيا واخد الترند بقاله شهر، وده لانه فيلم المخرج عبقري، معرفش ازاي لسه لغايه دلوقتي ما خدش اوسكار، كريستوفر نولان وكيليان ميرفي اللي معاه حرفيا في 5 من افلامه، وجه الدور دلوقتي انه ياخد البطوله ويعترف العالم كله بموهبته التمثيليه. ده غير بقى طبعا نجوم كتير زي ايميلي بلانت، روبرت داوني جونيور، مات ديمون، فلورنس اللي لسه طالعه وتقريبا بزغت قوي في عالم السينما دلوقتي وبقت تعمل افلام كتير. ده غير طبعا انه بيحكي قصه من اعظم القصص في التاريخ، قصه اللي اخترع القنبله النوويه. وفوق كل ده كريستوفر نولان بيقول لك ان انا ما استخدمتش مؤثرات بصريه في الفيلم ده اصلا، ودي حاجه انا عن نفسي بقيت جعان اشوفها وسط زحمه الافلام التجاريه اللي بقت معتمده بشكل كبير جدا على المؤثرات البصريه بلا قصه او تمثيل متوسط. انتوا حرفيا لو شفتوا نولان بيتكلم بشغف ازاي عن الفيلم ده هتلاقي نفسك متحمس تلقائي. الفيلم متصور بكاميرا فيلم مش كاميرا ديجيتال. فاكرين كاميرات الفيلم القديمه؟ كان ليها رونق او طابع خاص كده مختلف عن كاميرات الديجيتال اللي بيصوروا بيها دلوقتي. كانت بتطلع لك صوره كده احساسها مختلف، فيها نوستالجيا حلوه وتفاصيل اكتر. ونولان من المخرجين القليلين جدا دلوقتي اللي بيستخدم الكاميرا دي وبيبدع فيها. فيلم اوبنهايمر يا اخوانا هو فيلم بيحكي قصه مخترع القنبله الذريه، مش بيركز على القنبله الذريه على قد ما بيركز على حياة الراجل ده. الفيلم بينتقل حرفيا مشاهد ما بين حياته وهو طفل وهو شاب وهو عجوز عشان يحكي لك الحدوتة اللي كونت الراجل ده. عبقرية نولان انه ما حكاش القصة بشكل درامي او بخط مستقيم، لا كان مرة بينقلك بين حياته وهو صغير ومرة وهو كبير، ويربط لك المشهدين بتصوير عبقري وادلة بتتحدى ذكائك انت كمشاهد وبتبهرك على طريقة فيلم انترستيلر كده. الفيلم حرفيا مدته 3 ساعات كاملة، اقصر بدقيقتين من فيلم افنجرز اند جيم. 3 ساعات بيسرد فيهم قصة أشبه بالأفلام الوثائقية، قصة ما فيهاش أكشن، ما فيهاش عوامل جذب الجيل التيك توك زي السيكونس السريعة أو الانفجارات أو التنقل السريع ما بين المشاهد والأحداث، أكن المخرج حرفيا عشان يجذب انتباهك لازم يتنطط لك في كل مشهد. لا، 3 ساعات بيسرد قصة درامية أشبه بأفلام التسعينات، ونولان بيحكيها لك على نار هادية جدا. المخرج تحسه داخل تحدي مع الجمهور ومع هوليوود نفسها وبيقول لنا أنا هرجع لكم السينما. أنا آسف في اللي هقوله ده، بس حرفيا فيلم زي ده مش معمول نهائي الجيل اتربى على افلام مارفل ودي سي ودماغه ساحت من المقاطع القصيره للتيك توك. ده فيلم معمول لناس بتقدر الفن، بتقدر السينما، مستعده تخش فيلم طويل مكتوب صح وتمثيل فوق العظمه وتستمتع بكل لحظه فيه. مع ان احيانا عشان اكون منصف، نولان كان مهتم قوي برؤيته الفنيه اكتر من القصه نفسها، بمعنى انه كان مهتم قوي انه يعرض لك مشاهد معينه تحس انها طالعه كده من لوحه فنيه في متحف، مشاهد طويله زياده عن اللزوم على حساب القصة عشان نولان يوريك رؤيته للمشهد ده كانت عاملة ازاي ويطلع لك المشهد زي ما هو عايز او زي ما هو شايفه بالظبط. الاداء التمثيلي للفيلم ده حرفيا كان ايقوني بالمعنى الحرفي للكلمة. كيليان ميرفي بيقول لنا في الفيلم ده فين الاوسكار بتاعتي، حرفيا الراجل كان بيمثل وكأنه اخر فيلم هيمثله في حياته. في ادوار معينة كده بتبقى متركبة على الممثل ومعمولة مخصوص علشانه، مفيش غيره يقدر يعملها. لا، كيليان ميرفي هنا في الفيلم بيقول لنا حتى لو الشخصية مش لايقة عليا هخليها لايقة عليا بالعافية، لو الدور مع نجني برضه هديله كل حاجه وهعمله احسن من غيري 100 مره. مات ديمون برضه اداؤه كان تحفه جدا في الفيلم ده. تخيل ان الممثل ده اصلا كان مقرر انه ياخد اجازه طويله من التمثيل وقال ان الحاجه الوحيده اللي ممكن ترجعه هي مكالمه من نولان، وبالفعل لما نولان اتصل بيه وقال له انا محتاجك رجع بدون تردد. يعني من الاخر الممثل ده مش جاي ياخد فلوس، ده جاي عشان يتكتب في تاريخه انه اشتغل مع نولان. برضه الممثله ايميلي بلانت عملت دور حلو جدا جدا يا اخوانا، بس اللي كان مختلف واللي ما كانش متوقع خالص انه هيكون شغوف كده كان الممثل روبرت داوني جونيور. بعد اكتر من 15 سنه بيعمل فيها افلام تجاريه بحته زي فيلم ايرون مان، سلسله افلام شارلوك هولمز، او فيلم مستر دوليتل، انا كنت فاكر ان مهاراته التمثيليه صدت وما بقاش يقدر يعمل دور غير شخصيه الراجل اللي مش مهتم، اللي بيقصف جبهات اللي حواليه، اللي تحسه مستبيع وطريقه كلامه طاغيه عليها الكاريزما مش التقمص للدور، وده دور اتحفظ بيه في ايرون مان وكان حلو جدا بالمناسبه، مفيش غيره انسب لدور ايرون مان. بس حرفيا
الشخصية دي بقى يكررها في كل أعماله زي تشارلوك هولمز ودو ليتل، ده غير إنها طبعت عليه أصلا في الحقيقة، يعني في لقاءاته ومقابلاته هتلاقي شخصية أيرون مان طغي عليه مش عارف يطلع منها. نولان بقى يا معلم وريك روبرت داوني جونيور كما لم تراه من قبل، سلخه من دور ايرون مان واداله تحدي صعب بشخصيه معقده جدا ومليانه كلاكيع وعكس تقريبا شخصيه ايرون مان في كل حاجه، وهو كان قد التحدي ده. الموسيقى برضو كانت حلوه قوي 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 يا اخوانا، بالنسبه لي كواحد بيخش اي فيلم مش بيركز على الموسيقى قوي، الموسيقى الحلوه بالنسبه لي انها تكون لايقه على المشهد واللي انا ما اخدش بالي منها ما لاحظهاش، لازم تكون حلوه بزياده ومعلمه معايا عشان اركز فيها او اخد بالي منها. ودايما لما المخرج نولان بيتعاون مع الملحن هانز زيمر وداني حرفيا بتطلع قلوب، لان كل الافلام اللي عملوها سوا الموسيقى بتاعتها فوق العظمه، زي فيلم مثلا انسبشن، فيلم باتمان ذا دارك نايت، فيلم انترستيلر. بس المره دي الملحن ما كانش هانز زيمر، المره دي ملحن تاني اسمه لودوين جرانسون لو نطقت اسمه صح. الموسيقى بتاعته كانت حلوه لدرجه اللي انا طلعت من الفيلم كنت فاكر اصلا ان اللي عملها هانز زيمر، وبعد سيرش سريع اكتشفت ان الملحن ده هو نفس الملحن اللي عمل موسيقى فيلم تينت، فيلم برضو لكريستوفر نولان، فيلم احلى حاجه فيه اصلا الموسيقى لانه كان فيلم معقد زياده عن اللزوم، قصته حرفيا محتاجة عالم فيزياء عشان يفهمها، فانه يخليني اركز معاه كده واطلع سرش على اسمه مخصوص ده معناها انه ابدع في الموسيقى التصويرية. اما بقى معلم عن السينماتوجرافي او التصوير، فنولان كان حريص جدا 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 انه يبني مواقع تصوير عملاقة ويعتمد على المؤثرات العملية، انه يطلع فن في اي مشهد حتى لو بسيط، اللي هو اغلب الفيلم كل المشاهد مليانة تفاصيل ومعمولة بتصميم وحرفة عالية جدا بيبين لك ليه اختاروا نولان للفيلم ده، حرفيا مفيش مخرج غيره كان هيعمل القصة بالشكل ده. واحلى حاجة في القصة معلم ان نولان عمل حاجة حلوة قوي، انه مداش رأيه في اللي حصل، بمعنى هو بيحكي لك قصة شخص وانت عليك كمشاهد انك تجمع التفاصيل والادلة وتحدد الشخص ده كان طيب ولا شرير، كان بطل ولا سفاح، لعب على الجانب الرمادي وحب يخليك تشغل دماغك وتشاركه الاحداث، مدكش النتيجة في معلقة ذهب، لا دي شخصية حرفيا مثيرة للجدل بشكل كبير، والجرائم اللي حصلت ورا اختراعه قتلت مئات الالاف وغيرت مصير العالم بالكامل، فانت اللي تحدد بقى هل اختراعه ده كان مبرر، هل كان صح، هل لو ما كانش اخترع القنبلة النووية كان العالم بقى مكان فاسد حقير متوحش بيحكمه مثلا الالمان النازيين، ولا كان هيبقى عالم اجمل. الفيلم مش ابيض واسود خالص يا اخوانا، في عوامل كتير جدا تسببت في اللي حصل ده، والعوامل دي في ناس هتشوفها مبررة وهتقول ان الغاية تبرر الوسيلة وانه انقذ البشرية، وناس تانية هتقول انه كان السبب في هلاكها، انت اللي عليك تحدد يا معلم هو كان طيب ولا شرير. احلى حاجة في الفيلم ده بالنسبة لي يا اخوانا كان الجزء الاخير، الفصل الاخير للقصة، حرفيا بعد الحرق البطيء طول الفيلم كفائنا بذروة مش بس هتخليك قايم متحمس او خارج من السينما مرضي او مبسوط، لا دي هترجعك تاني السينما وتخش الفيلم تاني عشان تتفرج على الفصل الاخير من القصة. الفيلم تحفة يا اخوانا، عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، انا عارف ان انا رأيي باين انه منحاز جدا او مبالغ فيه، بس ما نكذبش على بعض ده كريستوفر نولان يا اخوانا تقريبا ما عملش فيلم وحش في تاريخه كله، حتى اسوأ افلامه اللي الناس بتقول عليها فيلم تينت يعتبر بتاريخ مخرجين كتير جدا. الفيلم ده معمول للناس اللي بتحب السينما، للناس اللي جعانه تتفرج على فيلم حلو بيتعرض على اكبر شاشه ممكنه. جيل التيك توك ارجوكم امتنعوا عن الفيلم ده عشان مش هيعجبكم وهتطلعوا منه زعلانين وهتقولوا ايه ده ممل، ده طويل قوي زياده عن اللزوم. بص الناس اللي بتقول على بريكنج باد ممل ووحش والكلام ده كله هم نفس الناس اللي هتلاقيهم زعلانين من الفيلم ده. وقبل ما اديكم تقييم نهائي للفيلم فحابب انصحك انك لو هتخش الفيلم ده في السينما فانصحك ان انت تتفرج عليه على شاشه اي ماكس، لان كريستوفر نولان نفسه صور الفيلم بكاميرا اي ماكس، فعشان تستمتع باعلى جوده ممكنه بادق التفاصيل لازم تخشه في سينما اي ماكس، ولو دخلته في السينما العاديه هتستمتع بيه برضه وهتلاحظ كل التفاصيل اللي فيه، بس اي ماكس كده ليها رونق او طابع خاص مختلف شوية عن السينما العادية. بس كده معلم، تقييم الفيلم اوبنهايمر هو 10 من 10، حابب جدا ان الفيلم ده ينجح، اتمنى يكسر الايرادات، والاهم من كل ده اتمنى الناس تديله حقه وان كريستوفر نولان وكيليان ميرفي ياخدوا فيه جايزة الاوسكار، لانه تقريبا يعتبر اعظم فيلم في السنة دي بعيدا طبعا عن فيلم سكورسيزي وليوناردو دي كابريو كيلر اوف ذا فلاور مون اللي لسه هينزل ان شاء الله كمان شهر اللي انا متحمس له جدا بالمناسبة، بس انا حاسس ان نولان تقريبا بيستغيث للجمهور انهم يساعدوه في انه ياخد الاوسكار، فأتمنى الأكاديمية تعترف بيه المرة دي وتديها له لأنه يستحقها جدا. قول لي انت رايك يا معلم في الكومنتات، وكالعادة ما تنساش تعمل لايك لأن اللايك بيدعم وبيساعد جدا، تعمل سبسكرايب لو لسه أول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى، وبيس.